نظمت الأمانة العامة للأوقاف وللعام 22 على التوالي مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والذي تأتي هذا العام تحت شعار أحسن الحديث. قبل 22 سنة ما كان يوجد حافظ في الكويت، ووضعت هذه المسابقة أصلا قصدها وهو إظهار أو صناعة الحافظ الكويتي الذي يستطيع أن يشارك في دول العالم، حيث لم يكن للكويت أي مشاركة أو أي حيازة جوائز عالمية في حفظ القرآن. الآن بعد هذه السنوات ولله الحمد حققنا ما نصب إليه، بل وأكثر من هذا. لم يقتصر الإنجاز على فقط حفظ القرآن، بل حفظه بروايات أخرى. تعد المسابقة من أكبر المشاريع القرآنية في دولة الكويت، فنرى التطور المستمر والدؤوب للارتقاء بهذه المسابقة القرآنية من خلال سبل الإعداد لها وإدخال الفئات الجديدة في كل عام وغيرها الكثير. تأتي في إطار حرص الأمانة العامة للأوقاف في تواجدها الدائم، في إيجاد بيئة تنافسية جادة تتيح الإقبال للمواطنين والمواطنات والأبناء أبنائنا وبناتنا على الإقبال على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والإقبال عليه تدبرا وتلاوة وحفظا والمشاركة في هذه المسابقة. احنا اليوم نعلن عن بداية التسجيل، راح تكون التسجيل الإلكتروني من خلال المراكز، وفي إعلانات موزعة في الأماكن العامة راح يبين فيها، أو إن إذا ودكم تشوفوا من خلال صفحة إلكترونية للأمانة العامة الأوقاف أو من خلال إنستغرام الأمانة موجودة فيه المعلومات. على مدار 12 عاما كانت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده من أهم وأبرز أنشطة الأمانة العامة للأوقاف، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على اختلاف أعمارهم إلى الإقبال على كتاب الله تعالى وتدبره. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.